يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قال لنا أحد الأساتذة في الجامعة إن المسلم إذا ذهب إلى الساحر من أجل أن يعرف عدوه مثلا وما أشبه ذلك دون أن يعتقد في الساحر بأنه يضر أو ينفع فإن هذا العمل من الكبائر لكنه ليس بكفر. هذا كلام باطل، لا يذهب إلى الساحر ولا يسأله. من أتى كاهنا والكاهن يدخل فيه الساحر من باب أولى وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولما سئل عن الكهان قال لا تأتهم، لا يذهب إلى هؤلاء المخرفين والسحرة والكهان والمشعوذين، ما يذهب إليهم.